أسطورة أرض الميعاد، تاريخ بيت المقدس. هذا الفيديو عن قصة وتاريخ بيت المقدس عبر التاريخ الطويل الممتد منذ 600 سنة قبل الميلاد وحتى عصرنا الراهن. لمتابعة الحلقة ومشاهدة الكثير من الفيديوهات المثيرة لدى قناة معلومة، فقط قم بالاشتراك مع تنشيط علامة الجرس. أسطورة أرض الميعاد، هل نستطيع تصور أن أسطورة اخترعها حاخامات اليهود أدت إلى إقامة دولة؟ إنهم يدعون في كتبهم المقدسة أن الله اختار الشعب اليهودي ليخرج منه المسيح المخلص، ويزيد الأمر تعقيدا عندما نتحدث عن إعطاء الله لهذا الشعب أرض الميعاد فلسطين، حيث سيخرج هذا المخلص. وتبدأ القصة منذ بدء الخليقة، حيث خلق الله الأرض والسماء وما فيهما، كما خلق الإنسان الذي وقع في الخطيئة بعصيانه. ووعد الله أن يرسل من نسل آدم وحواء من يسحق رأس الحية القديمة، أي الشيطان. وقد توالت العهود والنبوءات بين الله والشعب اليهودي، من نوح فإبراهيم فموسى فداود السيد المسيح، وكانت تهدف إلى تحضير قلوب الناس لاستقبال المسيح. كان اليهود ينتظرون مسيحا مخلصا سياسيا وقائدا عسكريا يعتقهم من عبودية الرومان ويؤسس مملكة إسرائيل على أرض الميعاد. بينما جاء المسيح معلما ينشر السلام ويبشر بالمحبة ويعلن بشارة التوبة واقتراب ملكوت السماوات، وهو يعني مملكة روحية لا سياسية. يقول الأرشمندريت الدكتور ميليتيوس بصل بطريرك رام الله الأرثوذكسي: لم يعد الشعب العبراني شعبا مقدسا ولا مستحقا لأن يكون شعب الله، وبما أنه فقد هذه الميزة فإنه طرد وتشتت من أرض الميعاد كما طرد آدم من الجنة. لهذا يخلق الله شعبا جديدا، وهذا الشعب يصبح قطيع الله وعروسه، وسيتألف الشعب الجديد من جميع الشعوب، ويكون لجميع الأمم شركة في البركة الموعودة لإبراهيم، وأن الأمم ستكون شعبا لله وستشترك في العهد. بالطبع توجد في النص عبارات لاهوتية تخالف الدين الحق، ولكن الاستشهاد بالقول الصادق يجسد معتقد الأرثوذكس بوصفهم مذهبا أصوليا في فلسطين، وكذلك عددا من المذاهب هناك، بل هناك من اليهود من يخالف أسطورة أرض الميعاد. الاضطهاد في الذهنية اليهودية. فعلى خلفيات العزلة التي عاشها اليهود في كثير من بلدان العالم، والإحساس العميق بالاضطهاد من قبل الكثير من شعوب الأرض التي استوطنوها، وربما على أثر القلاقل التي أثاروها والدعاية التي استطاعت المنظمات تحريكها على الهولوكوست والمحرقة النازية التي قوت على الكثير من اليهود، كما يذكر المؤرخون اليهود، كانت أرض الميعاد حلماً. يقول جون روز: دعنا نفصل الحلم عن الهيكل. لقد كان الحلم قوياً بالنسبة لليهود مثل الذين تربوا في الغرب في الخمسينيات والستينيات. كنا نعيش في خلفية الهولوكوست، وكنا نعتقد أن من حق اليهود أن يمتلكوا أرضاً، وكنا نؤمن بكل الأساطير عن المستوطنين اليهود الذين يحولون الصحراء إلى جنات. لم نكن نعرف شيئا عن العرب، أو بالتحديد عن الفلسطينيين العرب، لكن هذا الحلم ارتطم بحقيقة هؤلاء اللاجئين والشعب الفلسطيني، وانتهى عندما رفع الفلسطينيون رأسهم ودخلوا التاريخ مرة أخرى بقوة. كما يضيف روز قائلا: إحدى الأساطير أن الدين اليهودي لأسباب سياسية دفع لسرقة الأرض الفلسطينية. استعملوا التوراة لهذا الغرض، وهذا بعيد عن الإنصاف، ويعتمد على سياسة أساطير يقولون إن الشعب اليهودي يتمتع بالحرية في فلسطين، ولكنهم
ينكرون على الشعب الفلسطيني حريته ويدعون أنهم مستقلون، ولكنهم في الواقع يعتمدون أولاً على الإمبراطورية البريطانية، ثم الآن على الولايات المتحدة وإمبراطوريتها. لم يعد المعارضون للتوجه الصهيوني قلة في الكيان الصهيوني، فهناك أحزاب أصولية ومفكرون على ذات الوتيرة، كما قال رئيس الكنيسة الأسبق إبراهام بورغ. كتب مقال نشر في الواشنطن بوست في أبريل من العام 2004 قال فيه: إن إسرائيل على أبواب نهاية الحلم الصهيوني. كيف ننظر الآن إلى الحلم الصهيوني؟ مؤكداً أن دولة إسرائيل انتهت إلى دولة من المستوطنات تديرها عصبة غير أخلاقية من الفاسدين الذين لا يحترمون القوانين ولا يأبهون بمواطنيهم ولا حتى بأعدائهم. الهجوم بور كان يمثل رأياً شخصياً، أم أن هناك تياراً الآن استيقظ من المفكرين اليهود وبدأ يدرك حجم الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الدين اليهودي أيضاً؟ تاريخ الصهيونية. ويحسن أن نتعرف على الحركة الصهيونية لنعرف أبعاد أساطيرهم. فالحركة الصهيونية حركة سياسية عنصرية عدوانية متطرفة تسعى إلى إقامة دولة لجميع اليهود في فلسطين تستطيع من خلالها أن تحكم العالم. والصهيونية الحديثة فكرة استعمارية ظهرت في أوروبا في عصر صعود حركة الاستعمار والاستيطان في أوروبا الصهيونية، حركة سياسية عنصرية عدوانية متطرفة تسعى إلى إقامة دولة لجميع اليهود في فلسطين تستطيع من خلالها أن تحكم العالم. والصهيونية الحديثة فكرة استعمارية ظهرت في أوروبا في عصر صعود حركة الاستعمار والاستيطان في أوروبا. اشتقت الصهيونية من اسم جبل صهيون الموجود في مدينة القدس، حيث الصهيونية لها مطمع أساسي في هذه المدينة المقدسة لبناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى. جذور الصهيونية. للصهيونية جذور تاريخية وفكرية وسياسية مرت بعدة مراحل وأدوار، منها أولاً حركة المكابيين بعد السبي البابلي وأهدافها العودة إلى صهيون وبناء الهيكل. ثانياً حركة بار كوخبا، وهو يهودي دعا أبناء جلدته للتجمع في فلسطين وإقامة وطن لهم في الأرض المقدسة. ثالثاً حركة ديفيد روبين، وقد دعا اليهود لتأسيس ملك إسرائيل في فلسطين. رابعاً حركة منشى بن إسرائيل، أصحاب هذه الحركة سعوا إلى استخدام بريطانيا لتحقيق مشروعها. خامساً حركة رجال المال التي تزعمها روتشيلد وساهموا في إنشاء المستعمرات الزراعية اليهودية في فلسطين. سادساً الحركة الفكرية الاستعمارية التي دعت إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين لخدمة الدول الاستعمارية. سابعاً الصهيونية الحديثة، كان رائدها ثيودرو هيرزل وهو صحفي نمساوي ولد في بودابست عام 1860 للميلاد وتوفي عام 1904. ومن أبرز أهداف هذه الحركة هو قيادة اليهود إلى حكم العالم، حيث بدأت بإقامة دولة لهم في فلسطين. من هنا يتبين لنا الخطر المحدق بالعالم أجمع من جراء الصهيونية الحديثة وأفكارها الخبيثة. ومنذ بروز الصهيونية الحديثة أحكم اليهود خططهم وأصبحوا يتحركون بدهاء لتحقيق أهدافهم التي أصبحت نتائجها واضحة للعيان في هذا الزمن. ولا شك أن الصهيونية تستمد معتقداتها وفكرها من الكتب المقدسة المدنسة بالتحريف، وتعتقد الصهيونية أن جميع يهود العالم شركاء في جنسية واحدة هي الجنسية الإسرائيلية. وقد صاغت الصهيونية فكرها في البروتوكولات التي يثبت الواقع. أهم المؤتمرات الصهيونية. مؤتمر بازل في سويسرا عام 1897 عقد برئاسة تيودور هيرزل، وقد تم في هذا المؤتمر تأسيس الصهيونية الحديثة. وحدد المؤتمر أن غاية الصهيونية هي خلق وطن للشعب اليهودي في فلسطين، ودعا المؤتمر اليهود الهجرة إلى فلسطين.
في المؤتمر الصهيوني الثاني عام 1898 في سويسرا، أنشئ صندوق الاستيطان اليهودي، وهو عبارة عن الجهاز المالي للمنظمة الصهيونية العالمية. في المؤتمر الصهيوني التاسع عام 1909 في ألمانيا، أقرر إقامة مستوطنات تعاونية في فلسطين. في المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرين عام 1951 الذي عقد لأول مرة في فلسطين المحتلة، أقرت وثيقة القدس الداعية إلى تركيز الاستيطان وإلى استيعاب المهاجرين الجدد. في المؤتمر السابع والعشرين عام 1964 في القدس، تقرر أن المهمة الأولى للحركة هي نشر الفكر الصهيوني كنهج للحياة. وفي عام 1997 وبمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الصهيونية الحديثة، عقد مؤتمر صهيوني في مدينة بازل السويسرية، حضره العديد من قادة إسرائيل. أسطورة الشعب المختار. لقد أشاع الحاخامات الأوائل أسطورة أن فلسطين أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض، وأن الشعب المختار من الرب سيأتي ليسكنها. وهذا الزعم ترسخ لدى الكثيرين، يعد خطأ فادحا في نظر الكثير من اليهود غير الصهاينة. فالكثيرون في العالم ينظرون الآن لليهود على أساس أنهم شعب دموي بعد ثورة الاتصالات والإعلام الذي ينقل للعالم فضائع اليهود في فلسطين ولبنان، ويخلع الصهاينة ثوب القداسة عن نصوص مشكوك في أمرها، فلا تحقق لوعد الله لهم بعدما صاروا خراف بني إسرائيل الضالة كما ذكر الإنجيل. وإن كان قادة الصهيونية احترفوا الدفاع ليس عن حق لهم بل بتضليل إعلامي محكم والسعي لسن قوانين تدين كل من يمس اليهودية في كافة البلدان الغربية، وأصبح تجاوز الحكومات عن نشر ما يكذب الزعم اليهودي مدعاة للابتزاز عبر المحاكم لإدانة من يجرؤ على الكلام وإحقاق الحق. لقد ترسخت هذه الأسطورة في الذهنية اليهودية، ومعها عقدة التشتت التي يعانونها والطبع الإنعزالي الذي يعيشونه، مما أدى على حالة نفور عام منهم، ولكن لجوا إلى السيطرة الخفية عن طريق السياسة والاقتصاد ونشر العديد من مذاهب الفساد الشاذة. وعندما احتل الصهاينة فلسطين، ظهرت الحاجة لأسطورة أخرى ترافق الأسطورة السابقة، وهي أن الفلسطينيين قد تركوا الأرض طواعية، وهم غادروا أرضهم وتركوها لليهود برغبتهم. وقد قالت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة في صحيفة الساندي تايمز في العام 1969: ليس هناك شعب فلسطيني، فنحن لم نأتي لطردهم خارج ديارهم والاستيلاء على وطنهم، فهم لا وجود لهم. ومن أجل الإقناع أن فلسطين قبل إسرائيل كانت صحراء، قامت الجرافات الصهيونية بسحق مئات القرى بمنازلها وحقولها ومدافنها وقبورها، كما قال البروفيسور إسرائيل شحاك عام 1975. وقد انهارت هذه الأسطورة الأخيرة الخاصة بترك الفلسطينيين أرضهم طواعية بواسطة المؤرخين الجدد أمثال بن موريس، الذي أوضح أن الأوامر أعطيت للضباط الإسرائيليين بطرد السكان الموجودين منذ آلاف السنين بالقوة العسكرية، كما حدث في دير ياسين على سبيل المثال. وقد أحصى هذا المؤرخ 418 قرية فلسطينية تم محوها عن الخريطة من بين 475 قرية. وبالنسبة لعدد الفلسطينيين الذين تم طردهم من ديارهم فحسب مكاتب الأمم المتحدة كان عددهم 900,000، وما زال السياسيون الإسرائيليون يرددون أنه يجب ترحيل الفلسطينيين الباقين عن هذه الأرض إلى الدول المجاورة لتخلو لليهود الأرض التي وعدهم بها الرب، كما أراد مؤسسو الصهيونية العلمانيون الذين لا يؤمنون بهذا الرب أصلاً، أمثال الصحفي النمساوي اليهودي تيودر هيرتزل وبن جوريون وجولدا مائير. وإذا لم يتم الترحيل فلتكون الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وهذا ما يحدث الآن أمام بصر وسمع العالم كله. وبالنسبة للأسطورة الأولى، وهي أن هذه أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، فما رأي العالم الآن؟
هل هي حقيقة أم أنهم ما زالوا يسمعون أو يشاهدون أن هناك فلسطينيين ما زالوا يعيشون على تلك الأرض، وتهب المقاومة في كل مكان، ويسقط الضحايا وعيونهم على الأقصى الذي يحيا في ضمائرهم، وما زالت حملات المقدسيين للصلاة في الحرم القدسي قائمة، دلالة على تمسكهم بثوابتهم وانصياعاتهم لنداءات الشيخ رائد صلاح مرابط أرض الإسراء. إلى اللقاء في الجزء القادم، القدس تحت الاحتلال. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركته مع الأصدقاء لنستمر في عرض المزيد إن شاء الله.